تحدث ذو المعتقلين عن تعذيب أبنائهم بالماء البارد والكهرباء، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. فلنستمع إلى هذه الشهادات من ذوي المعتقلين. تزلقت ايديهم ورجليهم وماتوا حق العباس. روحي لحسين يا راس المتابعه هذه ما حال مجمده يومي. يقول لها الضابط يقول لها هي تسير بالسياره هذا لون. يقول انا كلها محسنين بالمجمده احسن الفصل عليهم ما اعرفهم لا شاي ولا مقدم ولا عجوز. قلت لك العباس متابعه انه الضابط هاي سلمان. كذلك تحدث ذو المعتقلين عن إهمال الحكومة لمطالبهم على الرغم من تظاهراتهم للأسبوع الخامس على التوالي، لكن دون جدوى ودون رد من الجهات الحكومية المختصة. دعونا نشاهد. واحنا ناس ساكتين الجو وكل العوائل مو بس انا، كل مسجون وكل عائله هي مظلومه. يلا منهم اللي يسوون حل. لا زين حجي اكو احد نزل لكم سالكم من المحافظه؟ لا واحد قال لنا. زين ايش قد صار لكم انتم جاي تطلعون؟ صار اربعه حدات، كل احد يطلع اربعه لو خامس؟ خامس خمسه خمسه. والله هذه ولا جونا لا وصلنا ولا قالوا ترجون الناس قاطعنا الجو حتى لفات معدن السرقات رجال شلهن نبي رجال ترى وما عندنا كذا هذنا.